نحنا بس يجعنا شيء ونمرض شو منقول؟ وكمان بس نكون مهمومين منقول شوفوا هالكلمة اللي دايماً مرافقتنا فيها سر ومو من فراغ وعبس نحنا منحكيها لحتى نرتاح. لهيك اليوم حكايتنا رح تكون عن الأخ. كان في قرية صغيرة عندهم بير بيشربوا منها، وبعد فترة صار كل ما أدخلوا الدلو داخل البير بيطلع الحبل بلا دلو. كررت هالحادثة عدة مرات حتى صارت مصدر إزعاج لأهل القرية لأنهم ما هم قادرين يعرفوا السبب، حتى صاروا يفكروا إنها بير مسكونة من الجان، وصاروا يدوروا على حدا ينزل داخل البير ويجيب لهم الخبر، بس الكل كان متردد خوف من المجهول. لحتى تبرع أحدهم للقيام بهالمهمة أنه ينربط بحبل وينزل داخل البير، بس اشترط هالرجل أنه يجي أخوه ويمسك معهم الحبل. هون استغرب أهل القرية من طلبه، وخصوصا أنه هنن مجموعة وأقوياء وقادرين للقيام بهالمهمة، وحاولوا يقنعوه بس بلا جدوى لأنه أخوه كان خارج القرية. وافقوا على طلبه وأحضروا أخوه ليمسك معهم الحبل. هالرجل دخل في غياهب البير ليشوف قصة هالحبل، فشو شاف؟ قرد أسود هو اللي كان عم يفك الحبل. هذا الرجل بدون ما يخبرهم حط القرد على رأسه وطلب منهم أنه يسحبوا الحبل. لما صار على تم البير ما شافوا غير شيء أسود غريب طالع، فكروه شيطان، فالكل هرب وما ضل حدا ماسك الحبل إلا أخوه. هون الكل عرف أنه الله خلى أخوه سبب في نجاته، ولولا هيك كانوا الكل تركوا يوقع ويسقط ويموت داخل البير. العبرة من القصة أنه ما يغركم كتر الحواليكم، لأنه عند الشدة ما رح تلاقوا إلا إخواتكم، والله سبحانه وتعالى بيقول سنشد عضدك يا أخي.